اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لحضراتكم ان احنا معانا موضوع مهم جدا وهيفرق مش بس في حياه مواطن او اتنين، الشعب كله، يعني لانه متعلق بالصحه. محدش فينا يعني يقدر يستغنى عن الصحه وانه صحته تبقى كويسه واللي حواليه يبقوا كويسين. وخلينا نقول انه الدوله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهود عظيمه جدا في مجال الرعايه الصحيه للمواطنين، وخلينا نقول ان احنا شفنا صور الرعايه دي في نماذج مختلفه من المبادرات اللي كانت برعايه رئيس الجمهوريه زي 100 مليون صحه، نور حياه، وغيرها من المبادرات اللي شملت محافظات الجمهوريه، وكمان استفاد معظمها يعني بمعظمها من المصريين وغير المصريين المقيمين على ارض مصر. ومؤخرا وفي ظل جائحة كورونا واللي خلينا نقول اتسببت في توقف استيراد وتصنيع مشتقات البلازما، فكرت الدولة المصرية ان هي تحقق اكتفاء ذاتي وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر. الموضوع ده عشان يحصل محتاج مجهود كبير جدا، كان محتاج ان الدولة تفكر ازاي ان هي تستعين هنا بالمواطن انا وحضرتك، ازاي ان احنا هنساهم في ان احنا نشكل ثروة قومية من البلازما. اطلاق المشروع القومي للبلازما ده يعني خلينا نقول يعتبر من المشروعات المكملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. وعلشان نتكلم اكتر ونفهم اهمية البلازما واهمية المشروع القومي ده، يكون موجود منورنا النهاردة الدكتورة ام عبد الحكيم، وهي نائب مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومدير وحدة المتابعة للمشروع القومي للبلازما. دكتورة امنية منورانا النهاردة. صباح الخير. بنسمع عن البلازما والناس اعتقد خدت يعني جرعة مركزة عن البلازما يمكن في الاونة الاخيرة بسبب يعني انتشار جائحة فيروس كورونا. الناس ابتدت تفهم عن يعني عن تقلصات الدم واهمية انه لازم ان احنا يبقى البلازما دي متوفرة. بس احنا عايزين بقى بشكل علمي نوضح كده البلازما دي عبارة عن ايه في البداية. طيب، هي البلازما دي عبارة عن سائل اصفر شفاف موجود جوه جسمي بتجري فيه اللي هي او بتسبح فيه يعني كرات الدم الحمراء وكرات البيضاء والصفائح الدموية. هي فيها مكونات مهمة جدا، من اهمها مثلا البروتينات زي الالبومين، فيها عوامل تجلط، وفيها الاجسام المضادة. يعني كل انسان جسمه بيحتوي على نسبة من البلازما. تمام، هي يعني بنسبة من حجم الدم بتمثل 55% منه. وهي عبارة عن يعني اغلبها 92% مية. هي اصلا يعني اغلبها 92% من مية. طيب، أهمية البلازما في العلاج هي عبارة عن إيه؟ أنا كمواطن لو جيت اتبرعت بالبلازما، المريض بقى هيستفاد منها إزاي؟ هي كبلازما دلوقتي بتستخدم في علاج بعض الأمراض، زي مثلا أمراض الكبد، زي أمراض الكلى، زي اللي هو المرضى اللي عندهم النسف اللي هم الهيموفيليا إيه والهيموفيليا بي. طبعا مهم قوي دلوقتي بقى إن أنا هستخرج المكونات دي، فلما استخرجها هتبقى بشكل مركز، هعملها دواء وهتبقى بشكل مركز ياخده المريض، بدل ما بياخد كيس البلازما كله على بعضه وهو محتاج منه مكون واحد بس. فانا هستخرج له المكون ده بكونسنتريتد او مركز وهديه له كدواء. طيب، احنا قلنا حجم البلازما في الدم هي 55 او في جسم الانسان هي 55%. هي مختلفه عن نسبه الدم اللي في الجسم، دي حاجه ودي حاجة. ودي حاجه. طيب، تجميع توزيع البلازما، يعني انتوا المشروع القومي يعني تم انطلاقه من 14 يوليو، وكانت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه كانت اول متبرع. وان شاء الله مش يعني هي دي الانطلاقه يعني. انتوا حاسين ان انتوا امتى هتقدروا توصلوا لاكتفاء ذاتي من البلازما علشان تبتدوا يعني تبتدوا بقى يعني مرحله التصنيع؟ طيب، اول حاجه بس كنت حابه اوضح ان احنا دلوقتي احنا مش هنوزع البلازما، يعني انا التبرع بالدم غير التبرع بالبلازما. التبرع بالبلازما المره دي انا المتبرع بيشرفني، وطبعا بعمل له كل الاختبارات والفحوص ليه، ولما يبقى ملائم ان انا ابرعه بنبتدي نتبرع. بنبتدي نتبرع ايه؟ بنتبرع بلازما فقط لا غير، يعني انا بستخرجها من الدم، تمام، وبرجع له الدم تاني. فانا البلازما دي باخدها مش بوزعها، انا باخدها بجمعها، تمام، بعد كده بقوم باستخراج المشتقات اللي انا عايزاها واعمل منها ادويه. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله في خلال سنتين هيبقى المصنع موجود ويبقى فيه اكتفاء ذاتي، بنصنع الادويه بتاعتنا هنا. طيب، هنتكلم عن ازاي
بنك البلازما اللي ان شاء الله هتقدروا ان انتم تحصلوا عليه او توجدوه، ازاي ده هيأثر في انخفاض اسعار الادويه؟ بس نتابع التقرير عن يعني اخر ما وصلته ليه كالمشروع القومي للبلازما ونكمل كلامنا. دكتورة أمنية، بعد ما تابعنا التقرير خدنا كده فكرة شوية عن مكونات البلازما، احنا عايزين نعرف مين من المواطنين اللي بينطبق عليه الشروط اللي انتوا حاطينها علشان تقدروا تستخرجوا منه البلازما. تمام، هو طبعا الشروط الموضوعة دي حسب المعايير العالمية. أول حاجة السن بيبقى من 18 ل 60 سنة، وبعد ما تابعنا بيشرفنا في استبيان هو بيملاه عبارة عن مجموعة من الأسئلة، بسأله هل أنت بتعاني من أمراض كذا، وبعدين بدخله بعد كده أوضة الكشف وابتدي بكشف عليه. أول حاجة طبعا بشوف نسبة الهيموجلوبين بتاعته، لازم نسبة الهيموجلوبين تبقى في الطبيعي بتاعنا، ما تبقاش أقل أو أكتر. وزنه بيبقى أكتر من 50 كيلو، تمام، وما يبقاش فيه امراض مزمنه. يعني حتى لو في امراض مثلا زي امراض الضغط فهو بيبقى كنترولد او بياخد له علاج، فده اوكي مفيش مشكله. لو مريض عنده سكر بس الانسولين مش هينفع يتبرع، لكن لو بياخد اقراص عادي مفيش مشكله بينفع يتبرع. طيب العدد او الفئه العمريه اللي حضرتك بتتكلمي فيها تقريبا تلتين الشعب. تمام. يعني من 18 ل 60، فعندنا الحمد لله كده يعني نسبه لا باس بيها ان احنا نقدر ان احنا نحصل على البلازما بشكل كافي، ان هو تقدروا ان انتم تعملوا الثروه القوميه من البلازما. بعد ما توصلوا انتوا يعني بعد ما توصلوا للاكتفاء الذاتي، المرحله اللي بعد كده ايه؟ لان احنا كنا بنتكلم عن انه ده هيفرق معانا في تصنيع ادويه، لما يبقى معايا بلازما كتير في مصر في البنك القومي او المشروع القومي هقدر اصنع ادويه، ده هيحصل ازاي؟ يعني انا اول حاجه طبعا ما هيعمل لنا اكتفاء ذاتي زي ما بقول لحضرتك، ان هيوفر لنا العمله الصعبه. تمام، لان احنا حاليا دلوقتي بنستورد الشحنات دي. صحيح. من بره. صحيح. فاي ظروف بتحصل زي مثلا جائحه كورونا بتوقف الدنيا كلها. فالمرضى في الاخر هم اللي بيتاثروا، فانا لما اعمل اكتفاء ذاتي عندنا هنا في مصر فهم مش هيتاثروا باي حاجه ثانيه بعد كده، وياخدوا الدواء بتاعهم في الميعاد المحدد. طيب يبقى كده يعني المواطنين اللي هم مدروجين تحت مظله التامين الصحي الشامل. تمام. ونفقة الدولة هو كده كده هيبقى متوفر لهم البلازما. طبعا متوفر لهم الأدوية اللي احنا استخرجناها من البلازما. بالظبط. يعني الفرق هنا بقى بعد المشروع، يعني هو حاليا انتوا بتعملوا ايه وبعد المشروع هيبقى بيحصل ايه فيما يخص يعني نقل البلازما للمواطن؟ احنا حاليا مهمتنا دلوقتي اهم حاجة هي تجميع البلازما. تجميع كمية كبيرة جدا. انا محتاجة ان المتبرع يكون معايا موجود معايا بصفة مستمرة. التبرع بيكون مرة كل اسبوعين، بيجي المتبرع بعمله فحوصات شاملة كل مرة بيجي لي فيها. يعني دي خدمة مجانية، اللي هيجي يتبرع بالبلازما هيحصل على فحص شامل كامل وهو موجود. تمام، ومن ضمنها فحص الفيروسات، فيروس بي والسي والايدز والزهري، كل مره ما بيجي لي فيه انا بعمل له الفحص ده، ولما بيبقى سالب ما فيهوش اي حاجه بيبتدي يتبرع معايا. طبعا محتاجه جدا ان المتبرع يبقى موجود بصفه مستمره معايا، لان انا محتاجه كميه كبيره من البلازما. تمام. فعشان يوفرها لي. متوسط الكميه اللي انتوا بتسحبوها بتبقى قد ايه؟ حوالي 750 مللي، يعني ده الكميه اللي بنسحبها متوسط، ممكن لغايه اقل حاجه 250. طيب المكونات اللي انتوا بتستخرجوها من البلازما هتقدروا ان انتوا تعملوا بيها انويه ادويه ايه، وده يعني هيعالج ايه؟
من ضمن المكونات بتاعت البلازما زي ما قلت لحضرتك في مثلا عوامل التجلط. عوامل التجلط دي نوعين اللي هو فاكتور 8 وفاكتور 9. 8 بيعالج مرضى النسف اللي هم الهيموفيليا A، وفاكتور 9 بيعالج مرضى النسف برضه النوع الاخر اللي هو الهيموفيليا B. والهيموفيليا دي مرض وراثي بيبقى موجود من ساعه ما البني ادم بيتولد، يعني هم عندهم المرض ده. بتبان ازاي؟ هو تلاقيه مثلا البيبي هو بيسحب ولا حاجه، الركب مثلا المفاصل بتاعته حصل لها تورم، حصل فيها نزيف. تمام. وبيستمر الموضوع ده معاه لغايه لما بيكبر. فعامل التجلط ده اللي انا بستخرجه من البلازما وبعمله له دواء مفيد جدا بالنسبه لي، لان المرض ده ممكن يسبب عائق حركي لي ما يعرفش حتى يشتغل ولا يعمل حاجه. برضه من ضمن الادويه او الحاجات اللي بستخرجها وبعملها دواء من البلازما هي الالبومين، وده بيستخدم في علاج امراض الكبد. تمام. ناس المرضى اللي هم عندهم استيس او الامراض الكبد. وبعض الامراض الكلى برضه بيستخدم فيه، والحروق طبعا الالبومين برضه بيستخدم فيها مرضى. في برضه الاجسام المضاده اللي هي بتساعد الجسم ان هو يدافع عن يقاوم الامراض اللي موجوده. هل البلازما ممكن تفيد بشكل او باخر التعامل مع مرضى او مصابي فيروس كورونا؟ استخدمها قبل كده بس ما بستخدمهاش، يعني انا ما استخرجتش الفيروس ده وعملت او البلازما كلها على بعض جواها. ليه؟ انا خدتها من مين؟ خدتها من المتعافي من كورونا. تمام. فاوريدي هو الاجسام المضاده موجوده جوه البلازما. استخدمناها وكنا بننقلها لمرضى البلازما بس كبلازما كلها على بعض. انا سؤالي برضو هنا انه اللي كان مصاب بكورونا وتعافى ده برضو مدرج او منطبق عليه الشروط عادي ممكن يتبرع؟ ما فيش مشكله يتبرع عادي، بس هو استخدامها دلوقتي مش هتبقى للمتعافين. انا اوريدي عندنا الحمد لله البلازما بتاعت المتعافين. ولو اي حد من مرضى كورونا دلوقتي محتاجها بياخدها ما فيش مشكله. يعني هي كانت موجوده في البروتوكول. طيب. بتاع العلاج. في نقطه كده صحيه انه اللي بيتبرع بالدم ممكن يكون ده بيأثر على معدل الهيموجلوبين اللي موجود في جسمه، هل اللي سحب البلازما يأثر على الهيموجلوبين؟ لا خالص، لان التبرع بالدم مختلف عن تبرع البلازما. حتى التبرع بالدم لو انا جيت واتبرعت كسيده فبتبرع كل 4 شهور والرجل كل 3 شهور. ليه كل 3 شهور؟ لاني ربنا سبحانه وتعالى عامل ان تجديد او تنشيط النخاع العظمي عشان يطلع خلايا بتاعه الدم بتبقى كل 3 شهور. فمتبرع بالدم بيجي لي مره كل 3 شهور، اما المتبرع بالبلازما فبيجي لي مره كل اسبوعين. كميه فقد الدم قليله جدا جدا، تكاد لا تذكر ان هو بيفقد دم، ما بيفقدش دم، فبالتالي نسبه الهيموجلوبين مش هتتاثر. يبقى حضرتك ذكرتي اللي بيتبرع بالدم النهارده مطالب ان هو او يعني لازم ان هو يستنى على الاقل 3 شهور عشان يجي يتبرع تاني. بالظبط. طيب بالنسبه لسحب البلازما، انا جيت اتبرعت النهارده ب 750 مللي او اللي هو اللتر الا ربع النهارده، اقدر اجي تاني؟ مسموح لي امتى صحيا اجي تاني؟ كل اسبوعين. هي اصلا اسبوعين. هي اصلا اوريدي يعني بتتجدد عندك كل 48 ساعه، يعني خلاص اللي بتعوضها كل 48 ساعه لان هي عباره عن سوائل. طيب هل في يعني حد عنده بلازما جوده ممتاز وحد عنده مثلا بلازما جوده جيد جدا، وفي حد عنده مثلا نص نص، ولا هي الجوده واحده؟ هي تقريبا الجوده واحده. انا كده كده كمان بعمل اختبار للبروتينات اللي موجوده في البلازما. تمام. كده كده قبل ما يعني انا بعد ما خدت الكيس بتاعي انا بشوف نسبه البروتينات اللي فيه قد ايه، بس هي واحده ما فيهاش حاجه. طيب انا مثلا انا متابع مع حضرتك اهوت واتشجعت عايزه اتبرع، انا هنا مثلا في القاهره او في الجيزه، اقرب مكان ليا فين والمراكز المختلفه متوزعه فين عشان الناس تبقى عارفه جغرافيا يقدروا يروحوا فين وازاي؟ حاليا هو موجود 6 مراكز. في منهم 3 في القاهره الكبرى، في العجوزه والعباسيه ودار السلام، وفي محافظات بقى في المنيا واسكندريه وطنطا. ان شاء الله باذن الله على اخر السنه دي هيبقوا 20 مركز ان شاء الله في المحافظات، متوزعين على المحافظات. طيب طريقه التواصل هي ازاي؟ انا بكلم انهي رقم؟ في الخط الساخن، في خط الساخن عندنا 15-335 بيتصلوا بيه وبنشرح لهم اي اسئله طبعا يتفضلوا بيها مفيش مشكله، بنرد عليها وبنوجههم للمكان اللي ينفع يتبرعوا فيه. اهداف المشروع القومي للبلازما هي يعني عايزين توصلوا لايه؟ وحاسين يعني انتوا حاطين فتره زمنيه لتحقيق الهدف ده ولا لا؟ طبعا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله في خلال سنتين يكون المصنع موجود وعملنا يبقى فيه اكتفاء ذاتي للبلد، ان شاء الله ما يحتاجش ان احنا نستورد اي حاجه. هل في بلاد يعني انتوا بتقارنوا نفسكم بيهم او بتقيسوا هتقيسوا معدل نجاحكم او شايفين ان انتوا عايزين توصلوا للمرحله اللي هم واصلين لها؟ هو احنا تقريبا احنا الوحيدين هنا دلوقتي في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط، وفي الشرق الاوسط تقريبا، بس طبعا في بلاد بره بقى ان شاء الله يعني الاوروبيه فيها المشروع ده موجود.
فهو الـ الخطة أو الهدف الأول هو التجميع وتوفير أو الحصول على الاكتفاء الذاتي من البلازما طبعا. علشان نقدر إن احنا نصنع الأدوية طبعا. اللي هتعالج أي حد في مصر موجود بقى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل أو يعني على نفقة الدولة طبعا. فبالتالي هنا الاستفادة عايزين بقى برضو نوضح للسادة المشاهدين أنا كمواطن يعني طيب البلازما أنتوا وصلتوا لها ووفرتوها ده هيساعدكم إزاي أنتوا كدولة في ترشيد نفقاتكم؟ زي ما قلت حضرتك ان احنا العمله الصعبه دي خلاص هنوفرها بقى البلد مش هستورد تاني مش هتحط في موقف اني انا حصل مشكله ما ان انا استنى الشحنه بتاعتي قبل ما توصل او وقفت في الجمارك او حصل لها حاجه. هايل. في اهداف ثانيه غير ان انتوا عايزين تصنعوا يعني تصنيع الادويه وتوفير البلازما يبقى خلاص احنا مش عايز استورد من بره حابين انتوا تبقوا مركز لتصدير بعد البلازما؟ بعد كده طبعا ليه لا بعد ما يتم الاكتفاء الذاتي وشعبنا هنا يكون خلاص تمام نصدر بقى مفيش مشكله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقة الواحد أعتقد يعني أنا عامة استفدت وفهمت أهمية البلازما وكانت نقطة أعتقد مهمة إنه صاحب البلازما ما بيأثرش خالص أو بنسبة كبيرة جدا على معدل الهيموجلوبين عشان الناس ما تخافش تقول لك هتصحى بلازما فأنا إزاي يأثر عليا أو يأثر على صحتي لا فكل خالص. دي يعني معلومات مغلوطة لا خالص وجميع الإجراءات الاحترازية متاخدة عندنا بلس إن الجهاز اللي هنستخدمه هنفتحه قدام المتبرع مفيش أي مشكلة خالص كل العملية هتم قصاده وكمان هياخد فحص شامل كامل مجانا كمان اكيد كل مره ان شاء الله باذن الله بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره امنيه عبد الحكيم نائب مدير عام خدمات نقل الدم القوميه ومدير وحده المتابعه للمشروع القومي للبلازما بشكر حضرتك شكرا جزيلا ميرسي يا فندم ده مشروع قومي تاني من ضمن مشروعات قوميه كتيره بنشوفها وبنسمع عنها بس اعتقد مشروع البلازما محتاج مننا كلنا كمصريين ان احنا نتكاتف ونشارك احنا هتشارك بالبلازما يبقى على طول كده اعرف ان انت يعني هتقدم خدمة لأهل بيتك لجيرانك لمنطقتك لأنه كلنا بنعاني من أمراض مختلفة فالبلازما انت عملت كده خدمة لكل المصريين فيا رب ان شاء الله تكون فقرتنا نالت رضاكم وعجبكم ودايما تتابعوا معنا مزيد من الأخبار والموضوعات اللي تفيد حضراتكم دائما في برنامجكم صباح البلد لكم مني كل التحية وإلى اللقاء.